سوريا هلا في سوريا خصوصا شمال سوريا هلا العراق للمرة نذكر قد العراق بحاجة إلى الأمان والسلام بس هي بحاجة إلى التقدم والازدهار بحاجة إلى الاهتمام بالإنسان بكرامته بحاجة إلى العراق بحاجة إلى تقدم والازدهار بحاجة إلى أبنائه يشعرون بكرامته يشعرون بوطنيته يشعرون بوطن واحد يجمعهم ممكن إذا كانوا مسلمين مسيحيين صافية المسيحيين ممكن إذا كانوا بس شيعة سنة كرد عرب المهم عراقيين فكلنا ننشئ لبلدنا موقف you.
مزدلف، انسان يكون يعيش بعز وكرامة، انسان قوي، انسان يقدر يقول هذا عنصري، انسان يفتخر بمثل العراق والشرق الاوسط هو موجود. ارجوكم فلتنا خلي يكون يمكن ما بدنا نغير صحيح، بس احنا بالفكر بالقوة بدنا نظهر دعم لهالشباب الشجعان اللي بسلمية كاملة، لا تشوف بيبو لا عصا ولا أي شيء، بس على العراق، بس على العراق اللي يشوف بالشارع ويقالوا لي احنا بنرفع قلتنا بنعيد مرتلة وكل مرتلة يا العراق كله احنا نسوي هذا الشيء.
يعتقد، لا مسلم ولا مسيحي، لا شيعي ولا سني، لا كردي ولا عربي، يهم لما نحكي عن العراق، لأن العراق هو بلدنا كلنا، وإحنا كلتنا عراق واحد عراقيين. فمن أجل هذا فعلاً إحنا نصلي. يمكن نقول لكل الناس اللي موجودين هون إحنا متضامنين معكم. أكو أشياء كثيرة إحنا نقدر نسويها، وأكو أشياء كثيرة إحنا ما نقدر نسويها. هاي واحدة من اللي نقدر نسويه اليوم. نقدر نقول بالكلام باللسان إنه ما أنتم عليه، ما أنتم تعانونه هو هلو. وهل خلوني أقول هل النظام الذي كرس الفساد والظلم والعوز والفقر والجهل في بلادنا نظام هو فاشل، أفشل نفسه وأفشل العراق؟ باعتقادي يجب أنه هم يراجعوا نفسهم. لو كان أكو ذرة ضمير ما لازم يبقوا ولو دقيقة واحدة في هالنظام هذا اللي دين يفطهل ويسيء إلى الناس. خلونا كلنا نشعل شمعة كأنه نشعلها وكأنه نكون العراق. استريحوا استريحوا وانتوا جايين.